السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بنسبة ملء السدود بعد الأمطار الأخيرة إخواني الكرام لآخر تحديث الذي صدر اليوم الموافق ليوم الأربعاء 27 مارس 2024. قبل الأخذ بالتفاصيل إخواني الكرام، لا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة لكي نستمر في نشر المزيد وترك تعليق محفز إخواني الأعزاء. والآن سننتقل مباشرة إلى التفاصيل، والليل الحمد شهدت المملكة تساقطات مطرية يوم أمس وأدت إلى ارتفاع نسبة ملء السدود بالمغرب بالنسبة المئوية، قد بلغت 0.30% مقارنة بالأمس مشاهدينا الكرام، والنسبة المئوية بلغت 26.84%. بالنسبة للنسبة الإجمالية فبلغت 4 مليار و327 مليون.47 متر مكعب. بالنسبة اللي سنبدأ إخوانا الكرام في درج لكم السدود بالنسبة لحوض اللوكوس، النسبة الإجمالية فقد بلغت 48.51% بزيادة 0.67%، وبالنسبة لنسبة كذلك الأمطار المكعبة فقد بلغت الكمية 835 مليون.26 متر مكعب مشاهدينا الكرام. نسبة ملء واد أو سد دار خروف بلغت 98%، وسد الشريف الإدريسي 100%، وسد شفشاون 100%، سد الجميع بلغت 9.07%، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي بلغ 20.37%، سد سمير بلغ 81.08%، وسد مولاي الحسن بن المهدي بلغ 54.29%، وسد النخلة بلغ 100%، سد 9 أبريل 1947 بلغ 16.86%، وسد ابن بطوطة بلغ 43.05%، وسد طنجة المتوسط بلغ 76.06%، وسد واد المخازن بلغ 71.20% مشاهدينا الكرام. بالنسبة لحوض سبو، حوض سبو بلغت النسبة الإجمالية 2 مليار و247 مليون.20 متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 40.46% بزيادة 0.34% مشاهدينا الكرام، هناك زيادة ملحوظة. بالنسبة لسد ميشليفن بلغ 57.32%، وسد القنصرة بلغ 29.74%، وسد منع سبو بلغ 67.44%، سد الوحدة بلغ 44.8%، وسد أسماله بلغ 40.66%، سد بهودة بلغ 100%، وسد السهلة بلغ 34.91%، سد سيدي الشاهد بلغ 48.14%، وسد علال الفاسي بلغ 95.13%، وسد إدريس الأول بلغ 21.47%، وسد كذلك باب الوطن بلغ 51.18%. بالنسبة اللي حوض ملوية النسبة المئوية بلغت 24.42% بنقص 0.03%. نسبة الأمطار المكعبة فهي بلغت 194 مليون متر مكعب.70. بالنسبة لسد تاملوت بلغ 15.69%، سد مشرع حمادي بلغ 61.12%، سد محمد الخامس 14.35%، سد علي وادزا بلغ 100%، سد انجيل بلغ 16.29%، سد الحسن الثاني بلغ 12.90%. بالنسبة كذلك اخواني الاعزاء لابي رقراق، النسبة بلغت نسبة الامطار 279 مليون متر مكعب.29، نسبة المئوية بلغت 25.81% بزيادة مقارنة بالأمس زيادة 0.59% مشاهدينا الكرام. بالنسبة لسد المالح بلغت 29.29%، شد تمسنا بلغ 35.0%، سد سيدي محمد بن عبد الله بلغ 25.36%، سد الحمر بلغ 11%. بالنسبة إخواني الكرام كذلك لأم الربيع، النسبة الإجمالية بلغت 302 مليون متر مكعب.39، بالنسبة المئوية 6.10% بزيادة 0.21% مقارنة بالأمس مشاهدينا الكرام. بالنسبة لسيدي سعيد معاش بلغت 59.64%، وسد الدوارات بلغ 22.05%، سد إم فوت بلغ 10.41%، وسد المسيرة بلغ 1.27%، سد أيت مسعود بلغ 71.08%، وسد أحمد الحنصالي بلغ 5.44%،
سد كدركه تين فوتين بلغ 83.99%، سد مولاي يوسف بلغ 47.33%، والسد السيدي كذلك إدريس بلغ 100%، سد كذلك الحسن الأول بلغ 23.69%، سد بن الويدان بلغ 7.56%. بالنسبة كذلك إخواني الكرام لجهة تانسيفت بلغ 126 مليون متر مكعب فاصلة 67، نسبة الملء بلغت 55.82% بزيادة 0.16 مقارنة بالأمس. وسنعطيكم إخواني الكرام كذلك مقارنة بالسنة الماضية إن شاء الله في آخر الفيديو. بالنسبة كذلك لسد مولاي عبد الرحمن بلغ 42.66%، سد سيدي محمد بن سلمان بلغ 68.96%، سد أبو العباس السبتي بلغ 78.09%، سد لالا تكركوست بلغ 19.88%، وسد يعقوب المنصور بلغ 84.75%. بالنسبة كذلك يا اخواني الكرام لزيز كريز غريس بلغ 80 مليون فاصلة 47 مليون متر مكعب، بنسبة الملء المئوية بلغ 25.73% بناقص 0.03%، وشهد حسن الداخل الأسد حسن الداخل 25.73%. بالنسبة لسوس ماسة حوض سوس ماسة النسبة الإجمالية 106 مليون متر مكعب فاصلة 67، نسبة الملء بلغت 14.59% بزيادة 0.11 مقارنة بالأمس. سد يوسف بن تاشفين بلغ 12.18%، سد أهل سوس بلغ 38.44%، سد ابن خانك بلغ 26.31%، سد الدخيلة بلغ 52.19%، سد عبد المومن بلغ 27%، سد مولاي عبد الله بلغ 27.49%، سد أول لوز بلغ 42.41%، وسد محمد المختار بلغ 16.50%. بالنسبة كذلك لمنطقة درعا واد نون النسبة الإجمالية بلغت 151 مليون متر مكعب فاصلة 60، النسبة المئوية بلغت 20.87% بزيادة 0.02%. بالنسبة لسد سلمان مولاي علي الشريف بلغ 31.73%، وسد منصور الذهبي بلغ 14.75%. مشاهدينا الكرام بالنسبة لكذلك جميع تقريبا الحواض ذكرنا مشاهدينا الكرام، كما تلاحظون مشاهدينا الكرام تقريبا جميع السدود ذكرناها كما تلاحظون اخواني الكرام. ابي رقراق بالنسبة لأبي رقراق كذلك ذكرناه، أبي رقراق النسبة الإجمالية بلغت 279.29 مليون متر مكعب، النسبة المئوية بلغت 25.81% بزيادة 0.59%، وبلغ سد المالح 29.29%، سد دمسنا بلغ 35.05%، سد سيدي محمد بن عبد الله بلغ 25.36%، سد الأحمر بلغ 11%. بالنسبة إخواني الكرام لإجمالي ملء السدود بالنسبة للنسبة المئوية بلغت 26.84% بزيادة 0.30%. مقارنة نرى إخواني الكرام مقارنة بالنسبة نسبة الملء السابقة أو السنة السابقة مشاهدينا الكرام، نرى السنة السابقة كانت إخواني 34.77%.